بسم الله والابن الروح القدس إله واحد أمين. الحقيقة الكلام عن سيدنا البابا يحتاج وقت طويل قوي، لأن مش مجرد شخصية مرت بينا في التاريخ، لكن شخص مؤثر على كل المستويات. اتكلم عن قداسته ناس كتير قوي، منهم علماء ومنهم شخصيات عامة ومنهم مسلمين من أخواتنا ومنهم أباء بطاركة في الكنائس الأخرى ومنهم أباء أسقفة في كنيستنا وكنائس أخرى وكثير كثير من الشخصيات. منهم اللي قعد مع سيدنا البابا في جلسة أو اتنين أو خمسة، ومنهم اللي عرف قداسة البابا وهم كبار السن. لكن يمكن أنا كان لي حظ وبركة خاصة ان انا اتلامس شخصيا مع سيدنا البابا من وانا صغير في السن. علاقتنا كأسرة بسيدنا البابا ترجع من قبل ميلادي انا، لان والدي ابونا انطونيوس باقي كانت علاقته قبل الكهنوت وقبل ما قداسة البابا يروح الدير، كانت علاقتهم بعض علاقة قوية جدا جدا. حسب ما سمعت وحسب ما شفت وحسب ما قال لي قدس البابا بنفسه في لقاءات مختلفة، افتكر سيدنا البابا كان دايما لما يشوفني قبل الكهنوت، قبل ما اخد نعمة الكهنوت وبعدها، كان دايما يقول لي ابوك كان حبيبي جدا وما كناش نفترق عن بعض قبل ما سيدنا البابا يروح الدير الا وقت النوم، كل واحد في شغله وبعد الشغل اللي والدي مع قداسة البابا اللي هو نظير جيد يتقابلوا مع بعض في الخدمة، ولأنهم مع بعض لساعات متأخرة من الليل لغاية لما يفترقوا وقت النوم. لكن أنا هتكلم عن أول مرة شفت فيها قداسة البابا. كان أسقف للتعليم وكان في زيارة للإبرشية عندنا، كانت ساعتها إبرشية الشرقية ومدن القناة، وكان يفت الأنبا متاؤس مطران الشرقية ومدن القناة هو اللي موجود في ذلك الوقت، وكان والدي لسه مدرس أول رياضة، ما كانش لسه خد بركة الكهنوت. يعني الكلام ده تقريبا كان سنة حوالي 1965. كان ساعتها عندي حوالي 4 سنين، وجه نيافة الأنبا شنودة أسقف التعليم، جه زارنا في البيت قبل ما ينزل الكنيسة يلقي محاضرة على الشعب. الحقيقة لما جه سيدنا أنبا شنودة البيت عندنا، كان طبعا في تعليمات مشددة من والدي ووالدتي، مش عايزين شقاوة. كانت ساعتها أختي الأكبر مني وأنا بس في البيت، فما تتشقوش، جالينا أسقف خلي بالكم. وقعد معانا سيدنا كده قاعدة يعني كلنا عائلية، وبعد شوية قالولنا بقى اطلعوا برا، وقعد هو ووالدي لوحدهم في أوضة الصالون. وبعدين طولت القعدة قاعدين يكلموا مع بعض وأنا وأختي ووالدتي برا. وبعدين احنا بقى عيال صغيرين فرايحين جايين قدام الباب، والباب بتاع الأوض زمان كان كله بالإزاز فالخيال باين. المهم سمعت سيدنا بيقول للبابا، بيقول له خليهم يدخلوا، هما مش هيسكتوا، هما عايزين يلعبوا. فدخلنا شوية، قال أنا هلعب معاكو، بس قبل ما ألعب معاكو كل واحد يقول لنا حاجة. قعد يسألنا في آيات وأنا قعدت أتهته في أبدا الذي، يمكن كان عندي ساعتها 3 سنين أو حاجة مش متذكر بالظبط. لكن بعد ما خلصنا قال طب أنا هلعبكو لعبة، وراح جايب منديله الخاص، منديل قماش، وقعد يدخل ويطلع ويعمل عقدة ويطلع ويعمل مش عارف شوية حاجات. ما في الآخر لقينا منظر أرنب قدامنا، قال لنا إيه رأيكم في الأرنب دوت؟ فإحنا طبعا انبسطنا، وبعدين قعد يحرك الأرنب يمين وشمال وإحنا نضحك مبسوطين، وقال خلاص أنتم مش فرحانين، وقلنا أبانا الذي وانبسطنا، سيبوني أقعد مع بابا شوية. وكملوا القعدة، وبعد كده رحنا على الكنيسة كيس ماري جرجس. وبعدين لقيت الأسقف اللي كان قاعد عمال يلعب معانا دوت دخل، مفيش مكان في الكنيسة كلها حد يقعد ولا يقف،
الناس واقفة لغاية البحر بره خالص، وانتوا عارفين طبعا كنيسة ماري جرجس عندنا في الزقازيق. فقد ايه الواحد ياخد من سيدنا البابا في الموقف دوت، قد ايه اهتمامه بالاطفال، وده كان تلامه الشخصي معانا ما سمعتهوش لكن حصل معانا احنا، وقد ايه انه بعد ما يخلص اهتمامه بالاطفال يهتم ايضا بالكبار، يعني عمل زي السيد المسيح بالظبط اللي كان يهتم بالصغير والكبير. تاني موقف افتكر لسيدنا البابا ده كان بعد نياحة أبونا أنطونيوس، الكلام ده كان في 72. كلكم تعرفوا أن أول كاهن أرسله قداسة البابا إلى أمريكا في عهد قداسة البابا بعد ما تولى رئاسة الكنيسة كان هو أبونا أنطونيوس باقي صديق عمره، وكان ساعتها الناس كلها مش عايزة أبونا يسافر، لكن سيدنا البابا وجد أن الخدمة في أمريكا محتاجة، فقال أنا محتاج الناس اللي أعرفهم أتسند عليهم، فأرسل أبونا أنطونيوس كأول كاهن في عهده. الكلام ده كان في مارس سنة 72. وبعدين في أثناء الفترة اللي قضاها أبونا أنطونيوس في أمريكا اللي هم حوالي 50 يوم، سيدنا كان دائم الاتصال بينا قداسة البابا يطمن علينا، لكن بعد نياحة أبونا أنطونيوس الحقيقة سيدنا البابا تأثر جدا. أنا ما عرفتش تفاصيل تأثر قداسة البابا إلا ما بقيت كاهن، لأن وأنا كاهن قضيت فترة 40 يوم في دير البراموس، وكان أبونا تدرس ربنا يديله الصحة تدرس البراموسي كان ساعتها بيخدم في السودان، وهو ده أبونا اللي سلمنا الألحان في دير البراموس. فأول ما عرف إن أنا ابن أبونا أنطونيوس باقي قال لي أنت عارف، أنا فاكر كويس قوي إن أنا كنت نازل واخد معاد من قداسة البابا وجاي من السودان مخصوص علشان أقابله في موضوع مهم، لكن قالوا لي البابا قافل ومش هيفتح، قافل 3 أيام. فبيسأل ليه؟ قال لهم لأنه جاله خبر انتقال أبونا أنطونيوس باقي في أمريكا وهو متأثر ومش عايز يقابل حد. وفعلا قال لي أنا ما قابلت سيدنا البابا إلا بعد الجنازة بتاعت أبونا أنطونيوس. وكان طبعا واضح تأثر قداسة البابا في الكلمة اللي ألقاها، ويعني برضو ده يبين قد إيه أن سيدنا البابا هو بكى في ساعة الجناز، وده يبين قد إيه أن سيدنا البابا إنسان عاطفي ودموعه كان دايما تسبقه ويحس ويشعر بالموقف فيتأثر قبل حتى ما الموقف يتحكي له بالكامل. بعديها ابتدى سيدنا يحتضن الأسرة، وبالذات أنا عشان أنا الوالد في الأسرة، ويعني كانت الفسحة بالنسبة لي إن هو ياخدني معاه وهو مسافر. ولقاءات السفر دي تكررت كتير من سنة 72 لغاية سنة 77 لغاية ما جه نيافة الأنبا يكوبس وابتدى يبقى هو أسقف الأبروشية. لكن كان كل سنة أول ما بخلص امتحانات تاني يوم الامتحانات على طول أسافر القاهرة وأسافر مع سيدنا البابا على الدير، ومن الدير لإسكندرية كل أسبوع ياخدني من الدير على إسكندرية وأرجع من إسكندرية على الدير ويسيبني بقية الأسبوع، وكان قداسة البابا يقضي يومين في الدير. وفي الفترة دي الحقيقة يعني شفت كتير من سيدنا البابا وحاجات كتير أثرت فيا، ذكاء سيدنا البابا الخارق ولطفه تعامله مع الكل. يعني أفتكر مرة كنت دايما لما أجي يعني أركب العربية معاه لما بيكون في حد من الأباء قاعد معاه ورا ببقى قاعد دايما جنب اللي بيسوق العربية، سواء أحد الأباء الرهبان أو أحد الإخوة العلمانيين، والأخ التاني اللي هو اللي بيخدم سيدنا البابا اللي هو عم وديع كنت دايما أقعد معاهم في وسطيهم كده. لكن بعض المرات كان مبقاش في حد خالص مسافر مع سيدنا البابا فبقى قاعد أنا ورا جنبه. فافتكر مرة من المرات يعني هو كان ما كانش في طبعا موبايلات ولا حاجة زي كده، كان ده كان سنة 72. افتكر مرة من المرات كان هو ماسك كمية ورق وعمال يقرأ، وانا يعني متضايق ان هو مش يعني بيلعبنيش ما بيكلمش معايا يعني، فهو حب يسليني وفي نفس الوقت ما حبش ان انا اركز معاه في اللي هو بيقراه. فبصلي كده وقال لي انت شايف اعمدة الكهرباء دي كلها؟ قلت له ايوه سيدنا. قال لي تقدر تعدها لي لغاية ما نوصل للدير؟ طبعا اما عد انا
أعمدة الكهرباء ديت، قعدت أعد أعد وبعدين هو نزل سقطت عليه أو حاجة، قال لي خلاص أنا عارف الباقي، وابتدى يعني يتكلم معايا شوية. لكن كمان الحقيقة شفت موقف من خلال سفرياتي مع سيدنا البابا ما انساهوش أبدا، فكرني لما كبرت بقصة المعلم إبراهيم الجهري. وإحنا بنروح دير الأنبا بشوي أو السريان، كان البابا دايما ينزل أول في دير السريان أول ما يعني بقى بطرك، وبعد كده ابتدى يعمل مقر في دير الأنبا بشوي، وأنا برضه أروح أقعد في دير الأنبا بشوي الفترة كلها. كنت أقعد فترة الصيف كلها أول يوم الأجازة لغاية قبل الأجازة ما تنتهي بيوم أو يومين أرجع لبيتنا تاني، وكان زمان الأجازة 3 شهور على بعضهم كده. وكان كل أسبوع أسافر مع سيدنا اسكندرية يلقي العظة في اسكندرية وبعدين يرجع على الدير، كان يجي يفوت على الدير الأول أركب معاي ونروح اسكندرية يقضي ليلة أو ليلتين ونرجع على الدير يسيبني في الدير ويرجع هو على مصر وهكذا. فمرة وإحنا رايحين من مصر للدير في بلد في المنطقة بعد الريست هاوس اسمها الهكارية، البلد دي كان فيها أولاد أشقية شوية ربما أهليهم يعني مفهمينهم ان دي عربية البطرك، فكانوا غاويين يزقلوا طوب على العربية. وبعدين كان يجي الأخ اللي بيسوق في الوقت دوت يقوم فاتح بسرعة بيجري بسرعة، فمرة البابا قال له بتجري بسرعة ليه؟ اقف. فوقف، يا سيدنا هيبهدلوا العربية. خبطوا كم واحدة العربية، هم افتكروا ان سيدنا حد من العربية هينزل يضربهم او حاجة، عيال صغيرين. فرح البابا بمحبة كده راح فاتح الإزاز، وبعدين كان معاه كيس شوكولاتة راح مطلع إيده، العيال خايفينه بعيد خالص راح مطلع إيده كده بالشوكولاتة ومد إيده كده، فجيه واحد خد 3-4 شوكولاتة ومشي شوكولاتات ومشي، جه واحد تاني العيال كلهم اتلموا وبقى البابا صديق شخص لي. بعد كده عملها البابا وقال لهم بقى عارفين لو بطلت تضربوا يعني طوب أو زلط أنا هديكم المرة الجاية عادية. كان تقريبا في عيد من الأعياد أو حاجة. وبقى البابا أول ما يدخل المنطقة ديت عارفين المعاد، وكان ساعات البابا مواعيده يعني تبقى يعني مش دقيقة قوي، لكن ممكن يبقى التوقيت المفروض نوصل فيه المنطقة دي مثلا الساعة 10 الصبح نوصل المنطقة دي الساعة 8 بالليل مثلا، وتلاقي الأولاد برضه واقفين قاعدين مستنين البابا لما يجي عشان بيديهم شوية شوكولاتة. فكرني بقصة المعلم إبراهيم الجهري لما أخوه كان في حد بيضايقه فقال له أنا هقطع لك لسانهم، وراح وزع هدايا على الأطفال الموجودين، وكده بقوا بيرحبوا بأخو المعلم إبراهيم الجهري. أهي القصة زي كده الواحد ما يفهمهاش هو صغير، لكن يعرفها هو كبير ويتعلم منها الكتير. كان قداسة البابا من المحبين جدا إن هو يشارك كل حاجة أو يشترك في كل حاجة. أفتكر إن أول ما ابتدوا سنة 72 أو 73 المعمار في دير الأنبا بشوي، أول مرة سيدنا بابا يعني كنت ممكن يكون زار قبل كده بس رحت معاه مرة دير الأنبا بشوي من السوريين الأنبا بشوي، كان في الدير 6 رهبان. ابتدى بعد كده الآباء ييجوا يترهبنوا والبابا يعمر فيه، وأفتكر اهتمام البابا بالآباء الرهبان كان واضح قوي. قال لهم أول حاجة نعمل لكم ألالي، فابتدى يعمل ألالي نموذجية. القلاية فيها محبسة جوة داخلية وفيها مية طبعا، وفيها مكان بره يقدر يعمل فيه قراءة بتاعته، وفيها حمام صغير، فيها مطبخ صغير، يعني يقدر يعمل كل حاجة جوة القلاية بتاعته. لكن اهتمام البابا انه كان يعني مقرر يعمل القلالي دي في مكان تاني، فقال للمهندسين اللي بيبنوا قال لهم انا عايز القلاية تبقى بحري قبلي. فقالوا لي يا سيدنا، قال لهم علشان في الشتاء تبقى دافية قبلي وفي الصيف يبقى فيها هوا، تبقى جيدة التهوية ومنيرة في الصيف والشتاء. فقد ايه هو كان مهتم ان الاب الراهب يبقى في قليته مرتاح عشان يقدر ينتج ويقدر ان هو يتعبد لربنا. افتكر برضو في القصص الكتيرة ديت قصة انا شفت سيدنا بابا بنفسه بيزرع اول شجرة في طريق الشجر المعروف في دير الأنبا بشوي، وكانوا منتظرين يعني وجود البابا عشان يحط أول شجرة، لقيته حط التانية والتالتة ورابع حط كده صف وقال لهم كملوا أنتوا.
لو نقلنا على مرحلة تانية من مراحل، افتكر يمكن مرحلة وجود قداسة البابا في الزقازيق في فترة ما بعد انتقال نيافة الأنبا متاوس واختيار أسقف جديد للزقازيق. البابا كان بيجي 6 شهور متصلة تقريبا من نوفمبر 76 لغاية ما رسم نيافة الأنبا يكوبس في مايو 77، كان يجي أسبوعيا الزقازيق، كانت بركة للإبرشية كلها، وكان يلف الكنائس كلها، وكان يروح بعض البلاد في إبرشية الشرقية والعاشر من رمضان الحالية. وكان طبعا ساعتها ترسم نيافة الأنبا تدرس على بورسعيد، ونيافة الأنبا أنجيلوس على مراكز الشرقية، وبعد كده فدة الإسماعيلية والسويس والزقازيق. لكن أكتر إبرشية اتمتعت بحضور البابا هي الإبرشية بتاعتنا، أنه البابا زارها حوالي 6 شهور أسبوعيا، يعني لإدارة شؤون الإبرشية واختيار أب أسقف. أفتكر موقف حصل أيام تحفظ سيدنا البابا، أن كان نفسي أروح لسيدنا البابا وهو في التحفظ. كنت ساعتها سنة 81، يعني كنت دخلت كلية، لكن ما كانش كان لازم أخد تصريح من جهات الأمنية. فأنبا يكوبس قال لي مفيش تصريح، طب نعمل ايه؟ قلت له سيدنا اروح واقعد بره على الباب. قال لي طب تعالى وانت وحظك. وصلنا لنقطة المرور او نقطة الشرطة اللي محطوطة بره باب الدير بشوية، حوالي كده نص كيلو او كيلو، عاطين نقطة شرطة عند المدخل عند مفترق الطرق كده. فجم قالوا لأنبا يكوبس فين التصريح؟ فطلع التصريح. قالوا طب مين اللي معاك ده؟ قال لهم ده يعني واحد من ولادنا. وقال لا معلش احنا اسفين، معهوش تصريح يعني ما يدخلش. فنزلت قعدت في النقطة ديت، نقطة الشرطة ديت، وانا متضايق لكن عندي احساس ان انا هشوف سيدنا. هشوف ازاي ما اعرفش. بعد حوالي ساعة ونص لقيت ابونا ويصا الانبا بشوي، اللي هو حاليا دلوقتي نيافة الانبا غابيوس اسقف دير مواس، كان هو ساعتها ربيت الدير، جاي في عربية الدير، وكلم الضابط بطريقة ناشفة شوية وقال له البابا عايز فلان. فقال له معهوش تصريح. قال له بقول لك البابا عايزه يدخل. قال طب ما اتفضل. قد ايه كانت فرحتي، لكن فرحتي بعد كده امتزجت بالدموع. اول ما دخلت لقيت البابا قاعد في وسط أسقفة ومجموعة من الأسقفة يعني، والكهنة الرهبان موجودين، رحت بكيت بصوت عالي. فهو كده خلني في حضنه وقال، كنت كبير شاب يعني، تعيط ليه؟ ما تعيطش، انا حلو خالص، انا هنا مبسوط. لكن كمان حسيت في دموعه، يعني في عينيه كده الدموع بسيطه، اتاثر بالموقف. وقعد يحكي ويقول لي ده انا هنا مبسوط، بعمل عظات للرهبان وبتعالج، يعني عايز يعني سيدنا يقول ان التجربه دي ما اثرتش فيه، وده درس مهم. الانسان في وسط التجربه ازاي يقدر يستفيد، وزي يبقى سبب بهجة للآخرين. مواقف كتيرة، لكن خليني عشان ما طولش عليكم أقول لكم. قبل ما ترسم كاهن في يناير 96، سيدنا أنبا يكوبس قال لي تعالى نروح ناخد بركة سيدنا البابا وأقول له إن أنا هرسمك كاهن. فخدني ورحت له، والبابا كان سعيد جدا، وقال الأنبا يكوبس تعبير، قالوا لأنا ما عملتهوش أنت بتعمله. وبعد كده صلى لي سيدنا على راسي وباركني، وبعدين الرسامة تمت بعدها بأسبوعين. لكن في فترة 40 يوم أنا كنت بخدهم في دير البرموز زي ما قلت لكم، لكن نفسي أقعد مع سيدنا البابا. فاتصلت بالدير الأنبا بشوي وعرفت سيدنا البابا رايح إمتى، ورحت صليت قداس في دير البرموز، ورحت طلع على دير الأنبا بشوي. كان يوم سبت الصبح، خبطت الباب، فالاخ اللي فتح لي قال لي عندك ميعاد؟ قلت له لا انا مش جايب ميعاد، بس انا عايز اقابل سيدنا اخد بركته، لاني قدامي 3 ايام وانزل الخدمه بتاعتي في الكنيسه بتاعتي. فقال لي طيب بس هو مش هيقابل حد الا المواعيد. قلت له معلش يعني قول لابونا المسؤول عن سكرتاريه البابا جوه الدير فلان، يعني يمكن يقدر يقول لسيدنا البابا. المهم قال لسيدنا البابا، وفعلا دخلت. حقيقة سيدنا البابا ما كانش عنده حاجة، كان ساعتها نيافة الأنبا بخوميوس بس كان لسه قاعد معاه.
خلص نيافة أم بخمس وقعدت مع سيدنا البابا. قعدت مع سيدنا البابا ساعة ونص متصلة نتكلم. جزء كبير منها كان خبرات للخدمة. أفتكر أنه قال لي تعبير عمري ما انساه، قال لي كده: كن أخا بين إخوتك من الشعب وابنا بين إخوتك من الكهنة. وقال لي الكاهن افتقاد واعتراف، دول الحاجتين اللي ريحوا الناس. وتالت كلمة قالها لي، قال لي: إذا ارتحت الناس تتعب، وإذا تعبت من أجل ربنا الناس ترتاح. فمتهيألي إن أنت هتختار الطريق التاني، إنك تتعب عشان الناس ترتاح. طبعا كلام كتير قوي كان في الخدمة، وكان جزء من الكلام عن علاقته برضو بأبونا أنطونيوس باقي، وجزء من الكلام عن ذكرياته مع نيافة الأنبا متاؤس. ودي يطول يعني، عايزة وقت مخصوص نقدر نتكلم فيها، كلها كانت حاجات لطيفة وكويسة. لكن خدت الكلام ده ونزلت العالم، أو نزلت الحياة الكهنوتية. بعد الفترة ديت ابتدى نيافة الأنبا يكوبس مع بدايات 2001 و2002 ابتدى سيدنا يتعب شوية، وابتدى يدخل المستشفيات. وبعدين كان يجي دايما سيدنا البابا يزوره في المستشفى ويلاقيني معاه. دايما كان يتكلم ان انا يعني دايما ملاصق لسيدنا أنبا يكوبس، فانا باخد بركة. وكانت علاقته بسيدنا أنبا يكوبس بتزداد عمق كل مرة. افتكر انه في مرة من المرات لما سيدنا عمل عملية في مستشفى هليوبلس، نيافة الأنبا يؤنس كلمني بالليل، كان في بين ماتش مصر والجزائر حاجة زي كده. وبعدين قال لي سيدنا البابا جاي يزور سيدنا بكرة في المستشفى. الساعة كام؟ قال لي الساعة 9 الصبح. فنزلت لإدارة المستشفى، كانت الساعة مثلا 9 بالليل، كان ماتش شغال، كان كل الدكاترة النواب يعني قاعدين يتفرجوا على الماتش. وبعدين بقول لهم يعني عايز اتكلم مع حد، فقام واحد يتكلم معايا قال معلش احنا اسفين، اصل احنا كنا منهمكين في الماتش. قلت له مدير المستشفى فين؟ قال لي مديرة المستشفى النهارده بالليل، لكن هي جايه بكره الصبح في حاجه. قلت لها قداسة البابا جاي يزور بكره نيافة الأنبا يكوبس الاسقف بتاعنا. اول ما قلت كده هو قال الكلمتين دول، راح كل الناس انتبهوا وسابوا الماتش. البابا شنودة جاي؟ قلت لهم الساعة كام؟ 9. تليفونات بقى بمديرة المستشفى، وفوجئت ان مديرة المستشفى جت بسرعة من البيت وقعدوا يوضبوا، عارفين بيكون في زيارة مهمة كده زي حالنا في مصر يعني. وضبوا وعملوا ومجابة النرس كلهم، مسحوا المخدادات والدنيا بقت فل وزهور بقى. وجابوا زهور بالليل وزهور جت الصبحية وعملوا. ودخل سيدنا البابا، طبعا بتطلع قدامه دايما عبيد حراسة، دخل البابا لقى استقبال غير عادي. انا ما قصدتش كده، انا بس مجانا بقول لهم ان عشان ما الاخ اللي مسك البابا ما يعصلكش يعني الصبحية. عملوا استقبال لسيدنا البابا، وقالت لي مديرة المستشفى، قالت لي ده اول مرة بطرق كنيسة يدخل مستشفى هليوبلس، ودي مستشفى عام. اترجت المستشفى كلها وجابوا لسيدنا البابا، يمكن هتبقى فيه صور عن حاجات زي كده ممكن تشوفوها. جابوا لسيدنا البابا دفتر بتاع الزيارات وأصروا انه يكتب لهم كلمة في الدفتر. وهي كانت ليلتها بالليل قالت لي هل ممكن سيدنا البابا يقعد مع الدكاترة الكبار يعني رؤساء الأقسام في المستشفى يقعد معهم قعدة. قلت لها هي قرار مش قراري، هقول لنيافة الأنبا يؤنس وهو يعرض على سيدنا البابا. فقلت الأنبا يؤنس، قال لي سيبها بظروفها، ما نشوف بكرة النظام يمشي ازاي. وانا هناك ولما جه قداسة البابا فسألت أنبا يؤنس، قلت له يعني مديرة المستشفى عايزة يعني قاعدة. فراح موطي على سيدنا البابا قال مفيش مانع. فروحت قايد مديرة المستشفى، اتفضلوا انزلوا انتوا بقى على تحت استقبلوا سيدنا، سيدنا يقعد شوية مع أنبا يكوبس وحينزل يقعد معاكم تحت شوية في أوضة. أنا عارفين المستشفيات القديمة دي بتبقى فيها أوض اجتماعات ضخمة أوي كده. دخل سيدنا البابا لقى كل رؤساء الأقسام موجودين، كلهم كانوا مبسوطين بشكل غير عادي،
ما فيش يمكن غير واحد اللي كان مسيحي والآخرين من أخواتنا المسلمين، لكن استقبال ما حصلش. قال لهم كلمة منفعة عن العلاقة بالمرض والعلاقة بعمل الخير، وإن إحنا عندنا في الإنجيل المكتوب على لسان السيد المسيح كنت مريضا فزرتموني. واحد يتكلم في الكلام دوت وهم يجيبوله، كان في الصوم الكبير الكلام ده، فهم يجيبوله حاجة ساقعة يقول لهم معلش متشكر ما بشربش الحاجة الساقعة. المهم أنا فاكر الموقف ده كويس، وحط قدامنا حاجات كلنا يعني قاعدين صايمين، لأن أغلبنا بينزل الآباء للأسف موجودين وحينزلوا يصلوا قداسات يعني. وسيدنا يعني في محبة كده اعتذر مرة واثنين، وبعدين أحوا جايبين له قهوة قال له بص بقى يا سيدنا ما تكسفناش، أظن مش معقول ما تشربش القهوة. قال لا بشربها. قالوا له طب خلاص يعني لازم تشرب قهوتنا بقى، قول لي حاسس انت مش عايز تشرب عندنا حاجة وبتاع وكده. فالبابا راح باصص كده بصتنا كده بصة يعني فيها معناه طب هعمل ايه، وراح كده راشم الصليب بهدوء وخد شفطة، هو صايم هو مش هيصلي قداس لكن يعني خد شفطة صغيرة كده قال لهم متشكر خالص، جبر بخاطرهم زي ما بيقولوا، وهما ما زعلوش، وهو في نفس الوقت يعني حاسسهم بالمحبة. وتوالت زيارات قداسة البابا لنيافة الأنبا يكوبس في محبة غير عادية برغم أتعابه ومشاغله، لكن مفيش مرة سيدنا دخل في المستشفى في مصر إلا ما سيدنا البابا جه زاره. من أكتر الفترات اللي قعدناها مع قداسة البابا هي فترة كليفلاند، لما سيدنا الأنبا يكوبس كان مقرر ليعمل ترانسبلان تغيير للكبد، وبعدين جينا على كليفلاند في أمريكا. كان سيدنا البابا ساعتها كان ده كان سنة 2008، جينا في يوليا 2008، وكان قداسة البابا اتكسر في شهر يونيو 2008، وجه قعد حوالي 4 شهور تقريبا أو 5 شهور في كليفلاند. فاحنا جينا في التوقيت دوت، وكان كل يوم نطلع على مدار تقريبا 29 يوم أو 30 يوم نطلع نقعد مع سيدنا البابا ساعة ساعة ونص ساعتين، لدرجة ان مرة سيدنا قال لي بلاش نطلع النهاردة مش كل يوم كده نتعبه، فقلت له حاضر مفيش، ما كملناش الكلام ولقيت نيافة الأنبا أنس بيكلم يقول في أوضة سيدنا أنبا يكوبس يعني اللي كان قاعد فيها، بيقول لي فين سيدنا أنبا، سيدنا بابا مستنيكم. وطلعنا، وكان بقى لقاء كله ايه ذكريات، وكله عارفين سيدنا أنبا يكوبس كان يمتاز بالذاكرة القوية جدا، وأنبا شنودة برضو نفس الحكاية ذاكرته قوية جدا، فكان يقعدوا مع بعض يقولوا سنة كذا حصل كذا، يقولوا لا سنة كذا حصل كذا، ويحكي له بقى أنبا يكوبس يقول له أنا فاكر الوعظة اللي أنت قلتها قداستك وأنت أسقف تعليم في بنها سنة كذا، يقول له ياه، يقول له والنقط بتاعتها كذا 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 كذا. سيدنا يعني الحقيقة كان مستعجب من ذاكرة أنبا يكوبس، لكن كان يسميه عنده ذاكرة حديدية، وكانت العلاقة قوية جدا جدا. وعارفين كان أنبا يكوبس ليه مقولة كده بيتكلم عن العذراء مريم، يقول لها يا عذراء يا أم النور دبر الأمور، عبدك مستور محتاج معونة، وهكذا. البابا حفظ منه المقولة دي، وأعتقد أنه قالها لما جه صلى على نيافة الأنبا يكوبس في الزازي. اتأثر سيدنا أنبا شنودة خالص بانتقال أنبا يكوبس، لكن أحكي لكم موقف حصل أول ما وصلت. سيدنا ما كانش يعلم حقيقة مرضه، نيافة الأنبا يكوبس يعني ما كانش عارف حقيقة مرضه. كنا خايفين نقول له بالمفهوم المصري بتاعنا علشان ما يكسلش في العلاج، لكن اللي كان يعرف الحكاية ديت إن هو كان يبقى في كانسر في الكبد، الدكتور المعالج وقدس أبونا تدرس وقدس أبونا بشوي راغب أخو سيدنا وقدس أبونا ماكسيموس وأنا، وكان مفروض سيدنا حيسافر يسلم على سيدنا البابا، لكن الدكتور قبل ما اكتشف الحكاية دي قال لا تسافر فين، لو سافرت تتعب، لكن لما اكتشف الحكاية دي قال لازم تسافر. سيدنا قال مش انت قلت ما تسافرش؟ قال لا هناك العلاج هيبقى احسن.
والدكتور قالها له بطريقة، قال له في شوية نتوءات صغيرة على الكبد لو ما لحقناهاش ممكن تقلب ايه بكانسر، فلازم تروح تلحقها. فراح سيدنا سافرت مع سيدنا الفترة ديت. اول ما وصلت كان يوم تلات بالليل، وكان نيافة الانبا وانس نيافة الاربع ارمية موجودين. فانبا وانس بيقول لي الساعة دلوقتي 9 بالليل، انتوا لسه جايين؟ قلت له اي. طب تعالوا سلموا على سيدنا. وانا ماشي انبا وانس بيقول لي تصلي بكرة قداس؟ قلت له الساعة كام؟ قال لي 5 الصبح. قلت له سيدنا مش عارف حصحى كده دي. قال لا انا حصحيك من 5 لـ7 ونرجع بسرعة. قلت له حاضر يا سيدنا. رن عليا فعلا ونزلت، وانا في الطريق صلينا قداس وانا راجع قلت له سيدنا عايز اقول لك على حاجة، انبا يكوبس في كذا 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 وانا مش قادر اقول له، هل ممكن يفتك بما انك اخوي يعني في الاسقفية تقول له؟ قال لي انا ما اقدرش اقول له. قلت له طب بعدين؟ قال لي الدكاترة هيقولوا له كل حاجة. وبعدين يبدو نيافة الانبا وانس دخل، قال سيدنا البابا احنا دخلنا على الاوضة، انا دخلت على الاوضة وسيدنا فطر. وبعدين قال لي حضرت انبا وانس بيتصل بيقول سيدنا البابا في اسقفة جايين دلوقتي، كان توقيت دوت هو توقيت عيد رهبان سيدنا البابا، فكل اسقفة جايين يسلموا عليه. قال في اسقفة جايين دلوقتي فشوية كده وتعالوا، هات انبا كوبس وتعالوا. فطلعنا فلقيت سيدنا البابا اول ما دخل قال له تعالى جنبي انبا كوبس، وقال له كيف تعالي؟ قال له يا انبا كوبس الدكاترة هنا غير مصر، هنا هيقول لك الحقيقة في وشك على طول، انت عندك كذا وكذا وكذا، بس لازم نسمع كلامه واللي يقول لنا عليه نعمله. قال له حاضر يا سيدنا. في بقى طاعة غريبة. قال له حاضر يا سيدنا. وزي صعب على سيدنا البابا، ففهمت من الكلام ان انبا وانس قال لسيدنا البابا حقيقة المرض، والبابا كان بيتكلم هو متأثر قوي انه بيبلغ انبا كوبس، ما قالوش حاجة، هو قال له بس هيقول كل حاجة بالتفصيل. وفاتت اليوم دوت فات. وبعدين بعد كده سيدنا عارف حقيقة الموضوع بتاعه، وانبا سيدنا البابا كان مهتم جدا بسيدنا انبا كوبس، وكان دايما يقول له طب شفت الموضوع فين؟ طب هاتوا لنا اسماء دكاترة تانيين، طب تروح الحتة الفلانية. لدرجة ان احنا قبل ما نرجع مباشرة من امريكا سيدنا البابا كان شايف دكتور في هيوستن واتصلنا بيه فعلا، لكن كان انبا كوبس قال انا مش قادر انا عايز ارجع. يبين قد ايه ان سيدنا البابا يهتم جدا باولاده بالاسقفة، قدر اهتمام بنفسه. وقال انا مريض احس بالمرض، يعني حاجات كتيرة عن سيدنا البابا، لكن احكي لكم اخر حاجتين. لما تنيح نيافة الانبا كوبوس كان في لقاءات ما بين الاباء الكهنة وسيدنا البابا، لكن كان في لقاء خاص ابونا تدرس وانا مع سيدنا البابا. وفي اليوم دوت فوجئنا بان قداسة البابا ادينا مفاتيح المطرانية ويقول لنا كده انا مش هبعت لكم حد يجرد، دايما بتتشكل لجنة انتوا جرودوا وشوفوا ايه اللي موجود وبقولوا لي. في اليوم دوت وانا خرج ابونا تدرس وانا بسامع سيدنا البابا، فقال لي قلت له سيدنا تحللني انا سافر لاختي في امريكا، هو عارف انا كنت سافر كل سنة. قال لي وماله؟ وبعدين خرجت وحمليني تاني. قال لي مسافر امتى؟ قلت له مسافر سيدنا في اول شهر 6. قال لي طب خليك بعد عيد العنصرة. قلت له ديافتك هتسلم لا اسكف قدستك هتسلم لا اسكف؟ فقال لا انا حرقيك قمص. فالحين انزعجت قلت له سيدنا انا قمص انا ما نسيتش قمص ما نسيتش يكون كان خالص. قال لي معلش اسمع الكلام. قلت له حاضر سيدنا. خرجت الحقيقة كان في وشي نيافة الانبا ارمية، وقلت له الكلام ده. قال لي البابا ما قالش حاجة عن حاجة زي كده، في حاجات بتبقى في دماغ سيدنا البابا محدش بيعرفها خالص، عوام ما تقولش ما تتكلمش لغاية ما نشوف البابا هيعمل ايه. وبعديها بفترة تحدد اسم نيافة الانبا تيموثاوس، فروحت كلمت نيافة الانبا ارمية وقلت له اظن هيترسم نيافة الانبا تيموثاوس في اليوم دوت، متهيألي فكرة الترقية دي يعني مش هتتم. فقام قال لي ليه؟ قلت يعني في اسقف هيترسم؟
قال لي لا افتكر الامور ماشيه زي ما هي، لكن سيبني اسال سيدنا البابا. فراح سال سيدنا البابا وكلمني تاني يوم، قال لي لا البابا بيقول لك هيرسمك امس، هو اللي عايز يحط ايده عليك. اعتبرتها بركه شخصيه ليا، وحسيت نوع من انواع ال، عارفين لما يكون واحد عنده وفاء واخلاص، متهيألي كان وفاء بالاكتر لابونا انطونيوس باقي الكبير. وبعدين انا الحقيقه برضه ايه ما صدقتش الرسامات، كانت هتبقى يوم السبت. في يوم الخميس الصبح رحت على مقر الباباوي وقابلت سيدنا هو رايح لجنه البرج، سلمت عليه وقلت لو قال لي حاجه او ما قاليش هعرف. فسلمت عليه وبعدين راح منديني بعد شويه وقال لي يوم الحد تيجي الساعه 8 الصبح علشان انا حرقك امس. قلت يا سيدنا برضه ما استاهلش وبتاع، قال لي ربنا يكون معاك وخلاص. وبعتبر دي بركه خاصه ليا ان انا اخد بركه الاموسيه من ايدين قداسه البابا شنودة. ويمكن دي تبقى حاجه غريبه شويه ان البابا يرقي أمس أو يدي درجة أمسية الكاهن في إبرشية. ومعروف في التقليد الكنسي أو في العرف الكنسي أن تظل الإبرشية تحت رئاسة البابا لحين تجليس الأسقف الجديد. يعني ممكن يكون في أسقف اترسم لكن لسه ما تجلسي، الفترة ما بين الرسامة والتجليس أيضا الإبرشية تخضع لرئاسة قداسة البابا. الموقف اللي ما نساهوش طبعا لما جه سيدنا البابا وقال انا عايزك تروح امريكا تخدم، انا ما اقدرش انسى وما اقدرش كنت اقول لسيدنا البابا لا. مقابلته او اتصاله بيا شخصيا من هناك بالتليفون علشان يتاكد ان انا مش هرفض، وعلشان ربما يتأكد من محبة ابن الأبو، ويمكن عشان يعني ما يحركش الابن بينه وبين الأب لو هو قال لأ أو حاجة، ما عرفش الحقيقة. لكن لما اتكلم مرتين من أمريكا قلت له لما تيجي سينا نقعد مع بعض، ولما جه قعدت معاه برضه حوالي ساعة ساعة وربع في المقر. حاولت ان انا يعني اقول له عندي ظروف معينة، لكن سينا بابا كان مصر ان انا اجي، وأنا حبيت أخد بركة الطاعة وأخد بركة الخدمة. لكن اهتمامه بيا وهو هنا كان دايما يسأل، كان دايما يتصل، كان دايما يقول للأسقفة طمنوا أبونا أنطونيوس عامل إيه. آخر مرة سأل بطريقة غير مباشرة ما كانش في وشي، كان نيافة الأنبا أبولو أسقف جنوب سيناء، كان في زيارة وجه الكنيسة العذراء ماري يوحنا في سان رامون في كاليفورنيا، وقعد يومين. وبعدين بعد ما مشي اتصل بسيدنا البابا، هو علاقته قوية بسيدنا البابا، بيقول له انت فين دلوقتي؟ قال له انا في سان فرانسيسكو. قال له رحت لابونا انطونيوس؟ طبعا احنا هنا عندنا 8 كنايس في سان فرانسيسكو. قال له ايوه سيدنا رحت له. قال له ها وعامل ايه؟ أنا نشكر ربنا يا سيدنا. وأحمد كابني أنبا أبولو قال لي يا عم البابا ما سألش غير عليك، واضح أنه يعني المعزة قوية قوي. فأنا أحيانا ما كنتش أستاهل سؤال سيدنا البابا بالطريقة دي، لكن ده برضو يعلمنا الأب الراعي مش مجرد أن يجيب كاهن يحطه في مكانه وخلاص، لا يطمن ويعرف ظروفه ويحاول يحل مشاكله. وكان يعرف كل صغيرة وكبيرة في الإريا اللي احنا فيها معرفة يعني بتحليل معين بفكر معين. الحقيقة لو قعدنا نتكلم عن سيدنا البابا مش هنديله مش هنوفي حقه. ولو اتكلمت أنا حبيت أذكر علاقة شخصية، مش كلام فضايل ولا كلام سمع، لا البابا يستحق أكثر من ذلك، وربما كثيرين ليهم تلامسات أكثر مني، لكن دي بعض من الحاجات اللي حصلت معايا. نصلي ان ربنا يقبل صلاته من اجلنا، لان احنا واثقين ان احنا في اوقات كتيره ما كناش نعرف نوصل صوتنا لسيدنا البابا، لكن دلوقتي بسهوله جدا هو سمعنا
وبسهولة جدا هو بيتشفع فينا. ربنا ينيح نفسه ويقبل صلاته عننا ويبارك في حياتكم. قبل ما اختم اقول لكم الصليب اللي في ايديا دوت انا خدته من ايدين قداسة البابا في مرة من المرات كنت في كليفلاند وهو كان حطه في جيبه وفوجئت وانا ماشي قال لي خلي الصليب ده معاك. الحقيقة هو بيدي كباقي الكهنة كلهم بتوع المهجر الجداد صلبان بيقابلهم كل واحد بيجي جديد او بترسم جديد في السيمينار. لكن صادف السنة دي هو ما عملش السيمينار كان صحته كويسة لكن حصل تغييرات في الطقس فلغوا السيمينار على اخر وقت وده كان الصليب ده خدته قبل السيمينار على طول بشوية يعني فاعتبرت انها علامة من سيدنا يقول لي يمكن ما اقدرش احضر السيمينار فاخد الصليب المفروض ادهولك في السيمينار. اما الصليب اللي انتم شايفينه دوت فانا خدته من سيدنا بابا في القاهرة ويمكن تلاقوه متصور بيه شوية كان ليها موقف نبقى نحكيه في وقت تاني. لكن انا خدت بركة سيدنا على مستواي الشخصي وخدت بركة انا اخد صلبان من ايده تبقى تبارك بيها وتبقى بركة في حياتنا ونعيش زي ما هو عايش وننظر الى نهاية سيرته والاحتفال اللي استقبل بيه في الفردوس من ابائنا القديسين لنا ثقة في ذلك ونتعلم ونقتاد بيه. لإلهنا كل مجد وكرام من الآن وإلى الأبد. أمين.